لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. بالمعهد الملكي للرياضة مولاي رشيد في مدينة سلا وبتنظيم من الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينج، مواي تاي، الصافات والرياضات المماثلة، ووفق برنامج اللجنة التقنية الوطنية، يواصل المنتخب الوطني للمواي تاي للفئات الشابة ذكوراً وإناثاً تجمعه الإعدادي، وذلك للمشاركة في البطولة العربية التي ستنظم بطرابلس في ليبيا من 21 حتى 28 من غشت الجاري. المعسكر التدريبي محدد في الفئه ديال الاشبال، الفتيان والشبان، ان شاء الله اللي يتم المنادات عليهم من طرف المنتخب الوطني اللي كانوا ديجا لعبوا بطوله المغرب الجديده، وتم الاختيار ديالهم، قولوا اختاروا رسوم هما اللي داروا ديسا شامبيون، وهما اللي تم المنادات عليهم من المنتخب الوطني اللي غيمثلوا ان شاء الله المغرب في بطولة عربية تكون في ليبيا في طرابلس. وكما كيعرف الجميع المنتخب الوطني الكبار ديما كيحقق انجازات على الصعيد الدولي، لا بطولة العالم ولا بطولة العرب ولا بطولة افريقيا، ديما نحلم كحسن للرتب الاولى، وكنتمنوا التوفيق للشباب ان شاء الله حتى هما يقولوا الكلمة ديالهم. محطة عربية ستعرف مشاركة أسماء شابة تمت دعوة بناء على النتائج التي حققوها خلال البطولة الوطنية الأخيرة للشبان في مدينة الجديدة. البطولة الوطنية اللي كانت جديدة كانوا ماتشات بزاف، وكانوا كان الاحتكاك، بمعنى خسرنا جبدنا العصارة ديال الأبطال بمعنى، والحمد لله كما كيعرف الجميع المغرب معروف بالرياضات المواي تاي، وديما كنحصلوا الرتبة الأولى عربيا وإفريقيا الحمد لله. ديما زعما الحمد لله الفئه ديال الكبار كيديروا كلاسمون مزيانه، وبالطبيعه الحال ملي كتكون الفئه الكبار بالطبيعه الحال كتكون مدرسه من تحت منا، راه كاينه فئه زعما تكون الكلمه ديالها ان شاء الله غيقولوا ان شاء الله الكلمه ديالهم تامه. الجميع هنا في هذا المعسكر التحضيري المغلق ابدى رغبته الجامحه في تحقيق نتائج جيده واعتلاء بوديوم البطوله العربيه للفئات الشابه في ليبيا. كنتواجدوا هنايا في معسكر مولاي رشيد، كنوجدوا البطوله العربيه السباق اللي ربحت جديده. كنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه والمؤطرين ديالنا، كنشكروا والديا، ان شاء الله نجيبوا الميداليه الذهبيه في ليبيا. كنتواجدوا في هذا المعسكر باش نلعبوا واحد البطوله في ليبيا، بطوله العرب ان شاء الله، وكنتمنوا ان شاء الله نجيبوا الذهب ونفرحوا الاساتذه ديالنا والطاقم التقني. اتاحت لنا الفرصه باننا نتعزلوا من بين الدراري اللي غيكونوا في المنتخب باش يشاركوا البطوله العربيه ان شاء الله اللي كاينه في ليبيا. وكنبغي نشكر الاستاذ ديالي والوالدين، وعاوتاني كنبغي نشكر الجامعه الملكيه اللي عطاتنا هذه الفرصه وتاخت فينا. محك جديد ينتظر أبطال رياضة المواي تاي المغاربة انطلاقا من الاثنين المقبل، في انتظار الجاهزية الكاملة للعديد منهم للتنافس ضمن بطولة العالم للشبان التي ستحتضنها أنطاليا تركيا ما بين 29 شتنبر حتى 8 من أكتوبر المقبلين.